تخفيض معدل الاحتياطات الإجبارية من 6% إلى 3% وتفعيل العملية الرئيسية لإعادة التمويل لشهر واحد. إجراءات جديدة اتخذتها لجنة عملية السياسة النقدية التابعة لبنك الجزائر بغية تعزيز الموارد البنكية. الإجراءات التي اتخذها بنك الجزائر هي إجراءات يعني لن تعالج مشكلة النظام البنكي في الجزائر ولن تخرجنا من أزمة السيولة الموجودة على مستوى البنوك. لابد من إصلاحات عميقة. اليوم البنوك تسير وفق نمط بيروقراطي يثقل الكاهل المتعامل الاقتصادي، يثقل الكاهل زبون البنك، إلى إعادة النظر كليا وجذريا في نمط تسير البنوك لرفع الثقل على العمليات المصرفية، إضفاء ديناميكية في العمل المصرفي، إعطاء الجانب التسويقي بعدا أساسيا، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة يعني المعاملات المالية، لأن أصل تحريك مختلف المشاريع الاقتصادية والعمليات الاقتصادية وتمويل مختلف يعني المشاريع. ويرى الخبراء في الشأن الاقتصادي أن هذه الإجراءات غير كافية، داعين إلى إعادة النظر كلياً في نمط تسيير البنوك. قرارات حتى وإن لم تكن كافية ستسمح بتحرير مبالغ إضافية من الموارد للنظام البنكي، كما ستوفر وسائل إضافية للبنوك والمؤسسات المالية قصد تمويل الاقتصاد الوطني ودعم النشاط الاقتصادي في البلاد.